من جديد يستهدف الطيران الروسي، طيران العدوان الروسي، المدنيين والمناطق المدنية في ريف إدلب. اليوم استهدف منظومة أورينت للإسعاف السريع في جبل الزاوية. طبعا هذا الاستهداف يأتي ضمن سلسلة من الاستهدافات لمناطق مدنية تماما ومشافي ومساجد وغيرها، راح ضحيتها عدد كبير من الشهداء المدنيين. للتنويه أيضا، طيران النظام قام باستهداف الكثير من مراكز أورينت المنتشرة في المناطق المحررة، المراكز الصحية نتحدث عنها. أنا بيتي هون ما بيبعد شي 100 متر، أنا وعلى البرندة ما حسيت إلا طائرتين نوع سيخوي بيض، طيارة ورا طيارة، إجوا ضربوا غرب موقع منظومة الإسعاف السريع التابع لمؤسسة أورينت للأعمال الإنسانية. فبالظاهر كأنه بالبداية ما تحقق الهدف مزبوط، راحوا الطيارات لجهة الشرق عملوا دوران، رجعوا اجوا كمان من جهة الغرب ونفذوا الإغارة الثانية، ومع الأسف أصابت المنظومة وأصابت سيارات الإسعاف وتضررت عدة سيارات، كما أصيب الأهالي والنساء والأطفال والشيوخ بحالة من الهلع. والله اليوم تم استهدافنا من قبل الطيران الروسي للمنظومة، وتم دمار جزء جيد منها، جزء كبير منها، ومن البناء طبعا، وتدمير عدة سيارات إسعاف كانت تقوم قبل أيام أو حتى البارحة بإسعاف الجرحى المدنيين والأطفال والنساء والشيوخ. في إصابات بشرية؟ لا، الحمد لله رب العالمين، المرة إجت على السلام. طبعا نحن متعودين على الاستهداف، كل مرة تستهدف المنظومة أو طواقم إسعاف منظومة إسعاف أورينت، وأصيب عنا عدة أشخاص من الكوادر، من ممرضين وسائقين بالمرات السابقة. منظومة إسعاف أورينت تشكلت منذ حوالي السنة ونص، تقوم بإسعاف الجرحى والمدنيين في المناطق المحررة جمعاء طبعا، تحتوي على ما يقارب 15 سيارة إسعاف مجهزة تجهيزات ممتازة، بالإضافة لطواقمها من سائقين وممرضين ومسعفين.